التواصل مستمر حقيقة. حضورنا الكريم، جمهورنا المميز في هذه الانطلاقات الجميلة، شوطنا التاسع في انطلاقات الصعوب. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس المشاركين هنا في أرضية هذا الميدان، ونحن دائما نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس والأمنيات للجميع إن شاء الله بالتوفيق. شوطنا التاسع هو الشوط الثاني للإبكار الصعوب، نتمنى إن شاء الله التوفيق. المركز الأول هناك الشاهرية، خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، النقلة على المركز الثاني الشبابية للسيد حميد بن محمد بن عبد الله الخاطري، نقلتنا على الشاهرية خليفة بن علي بن خليفة بن حميدان الفلاسي ثالث المراكز، النقلة على المركز الرابع أيضا هناك الشاهرية لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا كان العد التنازلي في اللحظات الأخيرة، ولكنها الخاطري يلعب على أرضية الميدان، يلعب على أرضية الميدان، ترقص حبا طربا هنا أيها الإخوة الشبابية. لعندم الشبابي الغنام يقول بكرة ولا قعود، يحسب لألف حسابي. الله يا الحميري، مفاجآت الحميري ما تنتهي حتى اللحظات الأخيرة، انطلاقات الحميري ما تنتهي حتى الرمق الأخير. الشاهينية إلى أبو راشد خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، سلام من الخوانيج، سلام ثاني للناموس. المركز الثاني حميد بن محمد بن عبد الله الخاطري، المركز الثالث أيها الإخوة هناك ثلاث مراكز، عبد الله بن أحمد بالساحر، وفي المركز الرابع محمد بن علي بن علوان الشتبي. التوقيت الزمني الأفضل في شوط الصعوبة دقيقة 44 ثانية 74 جزء من الثاني، تهانينا والناموس.